سلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي واحد الطرطه اللي عجيبه، ولا نقولوا كيكه كاع، كيكه بالسفرجل. كيبان لي هاد السيمانه هادي كلها غندوزها سفرجل، سفرجل معسل. كيكه بالسفرجل، طاجين ديال الغلمي بالسفرجل، الكونفيتير ديال السفرجل، سميتو عاوتاني كومبوط دو السفرجل، كلشي غيدوز السفرجل ان شاء الله. وشكون اللي ما عزيش عليه السفرجل؟ كلنا عزنا السفرجل. دابا غنقول الوالد راه لونسيت واحد الفيديو فيه واحد الطرطه ديال السفرجل، غتقول لي بحال الطرطه ديال الكرموس اللي نزلتها. واخا الله يهنيك، كاينه طرطه عاوتاني ديال السفرجل ما عمرك ما صايبتيها علينا. كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر وينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كذلك تجربوه لحقاش كتستحق التجربه. وعلى فكره هذا النوع ديال الطورطات هادو كيتكال سخون ولا دافي، لحقاش كي لا كومبانيمو ديالو اون بول دو غلاس دو فاني مع لا كريم شونتيي، كيجي زوين بزاف صراحه. هذا النوع ديال الديسير كيجي خطير على بركه الله. بالنسبه للمكونات كنحتاجو لجوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، جوج ساشيات ديال الخميره ما يعادل 7 غرام زائد 7 غرام اللي هي 14 غرام في المجموع، ساشيه ديال الفاني، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده سكر حبيبات، جوج بيضات، وعلبه ديال الياورت المنسم او الطبيعي، من الاحسن يكون منسم بالفانيلا او الموز. هنا المكون الاساسي اللي هو السفرجل، راني حطيت واحد الفيديو نزلته هذا الاسبوع هذا الطريقه ديال تعسيل السفرجل. هنا كل ربع ديال السفرجله قسمته على جوج اللي فيها واحد سنتيمتر. غير هو كنأكد واحد الحاجه، ان السفرجل يكون معسل مزيان وتكون محايده ليا القشره باش يجيكم زوين. وقبسه ديال الملح لتصحيح الذوق. هنا كيف كتشوفوا خديت المول وفرشت ليه البابي سلفيغيزي اللي هو ورق الطهي باش كاع ما يلصق لنا السفرجل ملي نبغيو نقلبوها. الحجم ديال المول 24 سنتيمتر. كما العاده كناخذ البيض مع قبيصه ديال الملح مع السكر مع النص ديال الفاني، النص الاخر غنوريكم شنو غديروا به. كنخلطوا هذاك الشيء مزيان حتى يبدا كيتضاعف شويه الحجم ديالو البيض. هنا غندوزو لأهم مرحلة اللي هي الزيت، غتبقاو تكبوه بشوية بشوية وتخلطو. هنا غيبان ليكم الخليط بدا كيكثر الحجم ديالو وبدا كيطلع بحال الشكل ديال المايونيز، هذا دليل على أن الزيت اندمج مع الخليط. الخدمة ديال الزيت في الكيك مهمة بزاف، هو اللي كيخلي الكيك يجي منفوخ ومفشفش. هنا كنزيد الياورت ديالي، من الأحسن يكون فانيلا أو موز باش يكون واحد الطعم زوين. هنا كنضيف الخميرة الكيماوية على الدقيق وكنخلطهم، من بعد كنقسمو على ثلاثة دفعات وكنبدا كنخلط الكيك ديالي. هنا زدت شويه الفاني لحقاش نسيتو في الاول، من الاحسن الدقيق يكون مغربل من قبل باش ما تكونوا لكم في العجينه دوك الكويرات الصغار ويجيكم مدقص في الاخر. من بعد كنحصلوا على خليط بهذا القوام هذا اللي كيكون ثقيل شويه. هنا خديت السكر المتبقي ديال الفانيلا رشيته على القاع وكنبدا كنستف السفرجل ديالي بالطريقه اللي بغيت،
الديكور كيبقى اختياري. صافي هنا ملي استفدت الصفرجل ديالي كنصب الخليط وكنسخن الفران من قبل واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة يكون سخون على 165 درجة بالنسبة للناس اللي عندهم فران ديال الضوء. اما للناس اللي عندهم فران ديال الغاز غيطيبوه بحال اي كيكة مولفن كيطيبوها. هنا الفران ديالي شعلته على 165 درجة دار ليا 45 دقيقة مولف. انا كيك عادي كنطيبو ما بين 20 حتى 25 دقيقة، هذا خدا ليا 45 دقيقة لحقاش الصفرجل درتو لتحت. ملي كدير الصفرجل لتحت ولا التفاح لتحت، هذاك الصفرجل كيطلق الميديتي ديالو وكيعطل العجين باش كاع ما يطلع الفوق. ولكن راه كتجي واحد الكيكة اللي رائعة وكنتمنى تجربوها. هنا كنرافقها بلا كريم شونتيي وان بول دو غلاس فاني مع شوية اللوز، وكنقدموها بهذا الشكل هذا للوليدات ولا العائله ولا الضياف، وبالصحه والراحه. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بالدعم لي لايك والبارطاج باش تشرف القناه ونزيدوا القدام ونجيب لكم مازال الجزيرة. عندي واحد الكتالوج قاد هكا وصفات قديمه وقديمه ولكن شي حاجه اللي ناجحه 100% وزوينه اللي غتعجبكم ان شاء الله. خليتكم هاد الساعه، بسلام عليكم. كنتمنى تعجبكم الوصفة وجربوا جربوا جربوا، والله حتى كتجي واعرة.